التي صدرت بها بودرات من وزارة الهجرة والمهاجرين 221 ألف عائلة، 221,635 عائلة. عدد العوائل التي استلمت منحة المليون دينار أو مبلغ المليون دينار هو 150,323 عائلة. من جانبه أعلن رئيس اللجنة العليا للنازحين إعطاء صلاحيات استثنائية للجان الفرعية والحكومات المحلية في المحافظات للتعامل مع النازحين، مشيرا إلى أن موجة النزوح التي شهدها العراق خلال فترة وجيزة لم يشهد لها العالم مثيلا، ولم تكن الإمكانيات المتوفرة في البلاد مهيئة لهذا العدد من النازحين وبهذه الكيفية. وزعنا مبالغ مالية كبيرة إلى المحافظات وتحت تصرف لجنة في المحافظة للقيام بإيواء المواطنين إلى أن يعودوا إلى بيوتهم سالمين بإذن الله. وأيضا وزعنا صلاحيات، أعطينا صلاحيات إلى اللجان الفرعية للتوزيع، بحيث ممكن فتح أكثر من منفذ في أكثر من منطقة لكي يتم التوزيع على أقل المنح بأسرع وقت ممكن. وفيما كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن نسب توزيع المنح على العوائل النازحة في المحافظات، أشار رئيس اللجنة العليا إلى تقديمهم أموالا كثيرة بحسب وصفه لإقليم كردستان بغية مساعدة اللاجئين، مضيفا أنه برغم تأكيدات المجتمع الدولي على أن عودة النازحين إلى مناطقهم سيأخذ وقتا طويلا، إلا أننا نقول لهم سيعودون بأسرع وقت بهمة العراقيين. نسبة التسجيل وتوزيع المبالغ لا هي كالآتي: في محافظة القادسية النسبة 100% تم تسجيلهم وكذلك توزيع المنح المالية، في النجف الأشرف 90%، في كربلاء 94%، في المثنى 86%، في واسط 91%، في ذي قار 100%، ميسان 98%، البصرة 98%، بغداد الرصافة 79%، بغداد الكرخ 86%، وبابل 96%. معاناة المواطنين النازحين هي معاناتنا، وإحنا ساهرين وياهم. لا يتوقع أحد أن نهملهم ولو دقيقة واحدة. قضيتهم في عقولنا وفي قلوبنا، ومعاناتهم أيضا نشعر بها ونتألم عليها، لكن هذا ظرف حصل على العراق، إن شاء الله ما يعود مرة ثانية. من جهة أخرى، أعلن مقرر مجلس النواب أن جلسة يوم غد الثلاثاء ستشهد استضافة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق لمناقشة إجراءات اللجنة العليا الخاصة بالنازحين. موفق مجيد، الحرة، بغداد.